أنا في بيتي أنثى وفي مطبخي شيفة وفي الشارع راجل. مش غير واحدة ست اللي تجيبالي في البيت. ايه الفرق من راجل وست؟ الست تقدر دلوقتي تعمل اي حاجة. انزل واقول لا بقلب جامد ام فارس الكهربائيه، اقول مثلا من 4 شهور. ادعى عند كلمه قول الله اكبر. انا ما بعملش حاجه غلط، انا بعمل حاجه تشرف اي حد يبقى فخور بيا، وانا واثقه من كده ان شغلانتي مش حاجه تعرني. بقول لك انا لو خدت خطوه ولا كبرت فالفضل لي هو، انا بالنسبه له صغير لسه ما كبرتش. بلاش تيجي جنب الكهرباء، اللي خلى اللي اخترعها مات. بلاش تيجي انت جنب الكهرباء عشان ما شيلش ذنب. انا بقول له اديني فرصتي، يعني انت شغال كهرباء، طب ما انا ممكن اقول لك اللي اخترعها مات. بيقول لي انا راجل. طب ايه الفرق بين راجل ايه الفرق من راجل وست؟ الست تقدر دلوقتي تعمل اي حاجه. يعني دايما يقول لي انا فخور بيك. سيبك من الحساب وكل حاجه، انا اهم حاجه الزبونه اللي انا رايحه لها تكون مبسوطه منها. مش عايزه فلوس ولا حاجه، لما تكون مقتنعه ان ست كهربائيه سبت لها شغلها 100 100، خلاص مش عايزه فلوس ولا اي حاجه. انا بعمل شغل لاختي مش واحده. بص والله انا دايما اقولها، انا في بيتي انثى وفي مطبخي شيفه وفي الشارع راجل. عمري ما قصرت في وسط عيالي ام حنون، عمري ما قصرت في ناحيه عيالي ولا جوزي ولا بيتي. ما لقيتش غير واحده ست اللي تجيبالي في البيت، فقررت من هنا لا انا مش هاجي للرجاله خالص، اللي تكلمني في التليفون وتطلبني واحده ست. بدات اقول لا انا ام فارس كهربائيه بقلب جامد، ان انا لو حطيت في اختبار اساسي لي شقه مهندس يقف على يعني عليا حد ما سلم لي شقه، لا كان 3 شهور كنت لقط منه الصنع. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك يا ام فارس. دول مش لاقيه شغل، وانا شايفه نفسي احسن من ناس كتير. انا مكمله في شغل رغم يعني اللي ضدي كلامه يحترم